اليوم بنروح للعام السابع على التوالي، تسلط جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية الضوء على حملتها التوعوية بالأمراض النادرة في الإمارات تحت شعار بالعلم لا مستحيل، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم. وتأتي الحملة إيمانا من الحكومة أن للمرضى حق في الحصول على التشخيص الصحيح والعلاج الفعال للحد من تطور الأمراض والذي قد يؤدي إلى حدوث إعاقات. مع التطور الطبي والتكنولوجيا يزداد تشخيص عدد المصابين بالأمراض النادرة شهريا، ويوجد حاليا ما يقارب 8000 نوع من الأمراض النادرة في العالم، 5 من بين 10000 شخص يحمل مرضا نادرا. الأمراض النادرة في الغالب تتمثل بأعراض مزمنة ومهددة للحياة، من بينها الأمراض الكيميائية أو الاستقلابية مثل مرض PKU أو فينال كيتونيوريا، والأمراض الوراثية السريرية مثل متلازمة داون. 1 من بين 17 شخصا يعاني مرضا نادرا، أي أن نسبة الأشخاص المصابين بهذه الفئة من الأمراض تصل إلى 1% من السكان. في العالم العربي يوجد ما يقدر ب 55 مليون مصاب بهذه الأمراض، و 75% من الأمراض النادرة تصيب الأطفال. للأسف هذا العدد يزداد كل شهر مع توصيف أمراض جديدة، ولكن بالكشف المبكر يمكن إنقاذ حياة الكثيرين. يمكن شدنا الحوار احنا والدكتورة فاطمة الجسمي اللي هي استشاري الأمراض الاستقلابية ومستشفى توام ورئيس اللجنة المنظمة لحملة التوعية بالأمراض النادرة. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. تنور. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء خلينا نتكلم عن الحملة التوعوية، ايش اهدافها وفين نبغى نوصل بهذه الحملة؟ الحملة التوعوية بالأمراض النادرة تنظمها جائزة الشيخ حمدان سنوياً، بدينا فيها في 2011 وهي السنة السابعة لنا إياها. الهدف من الحملة هذه تعريف المجتمع بالأمراض النادرة وتأثيرها على حياة المرضى وأهاليهم. أنا لما أفهم أقول بقولكم فكرة عن الحملة التوعية. إن شاء الله هاي السنة بنبدأ الحملة التوعوية الأسبوع القادم، بيبدأ من أول أسبوع يوم السبت، بيكون هاي اليوم للمرضى بشكل عام. الحملة بتبدأ بجلسة حوارية ما بين المرضى وأهاليهم مع ممثلين من كافة القطاعات، من وزارة التربية، وعندنا من هيئة التنمية من هيئة التنمية والتأمين الصحي، وعندنا شيخ دين يجاوب على أسئلة المرضى واستفساراتهم. هذه أمراض نادرة صح؟ يعني غالبا يكون المرضى ما هم عارفين أصلا أنهم مصابين فيها، ولا أنا غلطان؟ الحالات هاي اللي بيكونوا بحاضرين الجلسه معانا هم امراض احنا شخصناها وكشفناها يعني اوريدي عندكم الداتا، يعني هو يكون عارف انه هو مريض بس مو عارف باي مرض، وكذا يكتشفوا انه هذا مرض. بس الاحتفال عفوا الندوه اللي هم بيسووها اعتقد انه حتكونوا مجتمعين بالحالات اللي انتم اشرفتوا عليها. بالحالات اللي شخصناها ومعروفه ان هي امراض نادره وموجوده عندنا في الامارات. كم يعني انا بكلمكم عن تخصصي انا اللي هو امراض وراثيه استقلابيه. تقريبا شخصنا في الامارات فوق ال 60 مرض استقلابي اساسا. في طبعا حالات امراض وراثيه كلينيكيه مع الدكتوره لحاضر غزالي ودكتوره فاطمه بستكي، عندهم فوق تقريبا 300 مرض اساسا وراثي. طب اعطينا دكتوره امثله، ايش الامراض النادره اللي بتتكلم عنها؟ او الاستقلابيه. عندنا مثلا مرض الفينال كيتونيوريا اللي هو اكثر شيء مرض فينال كيتونيوريا. مرض فينال كيتونيوريا فينايل كيتونيوريا فينايل كيتونيوريا او البي كي يو. نحن نختصر وايد ان سامينا كلها طويله. عندنا مرض البايوتينيديز موجود هنا في الامارات، عندنا مرض الامكات اختصار طبعا اسم طويل جدا، اسم نقص الانزيم. في امراض كثيره عندنا اياها، يعني مثل جي ام 1 جانجليوسايدوسس. سوينا اخر دراسه في جامعه الامارات عن الامراض الاستقلابيه في 2013، اكتشفنا تقريبا بحدود 1 لكل 1300 مولود في دوله الامارات اماراتي مصاب بمرض استقلابي نادر. الله يشفيهم جميعا. طب دكتور يعني الانسان اي شيء ما يعرفه يخاف منه، صح؟ ولما يعرف انه عنده مرض نادر اكيد بيخاف. انتم كيف بتتعاملوا مع الجانب النفسي للاسره او للمريض؟ طبعا هذه حقيقة، يعني أول ما يجي أصعب فترة هي أنك أنت تجلس مع المريض وتحاوره وتكلمه عن المرض نفسه، شو هاي المرض. فبتلاحظ المريض في أول مرحلة
يقول لا مش مستحيل، انا طفلي انا العائله كلها سليمه، ما عندي حد مصاب بهالمرض، يكون عندي مرض وراثي. مع الوقت ومع الجلسات الاستشاريه الوراثيه اللي نجلس مع الاهالي نعرفهم بالمرض، شو اعراضها، كيفيه العلاج منها، كيفيه الوقايه منها، بتلاقين المرضى نفسهم صاروا مستشارين في المرض نفسه من معرفتهم وتجربتهم مع المرضى. ممكن السيطرة على هذه الأمراض، ممكن السيطرة على هالأمراض، وهي هدفنا أساسا من الحملات التوعوية، أن نحن نحد من الأمراض الوراثية في مجتمع الإمارات. إذن على النقيض تفاقم هذه الأمراض يؤدي إلى مشاكل أخرى، فاكتشافها المبكر هو الهدف الأساسي صح؟ طبعا. يعني مثلا مرض البي كيو، مرض البي كيو إذا ما تعالجه أساسا من البداية بيكون مريض معاق، بيكون في مصحة نفسية. معلش بس ايش هو هذا المرض بالضبط يعني عشان نعرف؟ المرض نفسه عبارة ان الطفل يولد بانزيم انه ما يقدر يكسر حمض الفينايل الانين، فحمض الفينايل الانين يتراكم في جسم الانسان، وهذا مادة سمية تتراكم في الدماغ فيسبب التخلف العقلي مع مرور الوقت. مع مرور الوقت الحمد لله في دولة الامارات اساس عندنا فحص المواليد المبكر، شخصنا فوق 50 حالة من هالمرض، وهذه المرضى خذوا العلاج، وحين هذه المرضى طبيعيين جدا في المدارس وكملوا جامعات، واكبر مريضه عندنا اياها تدرس التغذيه اساسا في الجامعه. ما شاء الله انتوا لحقتوا تطلعوا جيل كامل. ايوه. طب دكتوره بما انه الامراض نادره كيف يتم العلاج ولا ايش علاجها؟ هل علاجها نادر كمان ولا في علاجها؟ لان احنا نتكلم عن فوق 6000 مرض تقريبا، فيعني اذا المرض نحن درسناه فتره وعرفنا علاجه ممكن نعالجه. ففي الفتره الاخيره السنوات الاخيره الحمد لله الابحاث كثرت يعني، وعندنا علاجات جديده حق هاي الامراض اللي كنا نقولها قبل فتره ان ما لها علاج، بس بعد قدامنا مجال كبير ان نبحث حق المرضى الثانيين اللي تونا اكتشفناهم، يعني عندنا حاله حالتين اكتشف لهم علاج. ف البحث العلمي والبحث العلمي والدراسة وتكاتف ما بين المرضى وما بين الباحثين وما بين الدول الأخرى والجامعات والطلبة عشان نكتشف ونشخص ونعالج هذيل المرضى. من جد حملة. وبالنسبة للاسم بس بالعلم لا مستحيل. هو الاسم أساسا عبارة عن أن نحن لازم مع البحث العلمي ومع العلم باستمرار أن نحن ممكن نوصل للعلاج. يعني أذكر حالة كنا ناقشها الأسبوع الماضي مع الدكاترة، كانت المريضة حين قالوا لها الأم إن هذا ما له علاج، خلاص الطفلة بتموت. الأم تمت تقول لا، طبعا الأم عايشة على أمل إنه ممكن إن شاء الله يكون لكل داء دواء، فتمت على هالأمل. وسبحان الله مع البحث حصلنا إن في دراسة قايمين فيها وفي احتمالية علاج. الأم شاركت وكانت أول مشاركة يعني للعلاج التجريبي أساسا عندنا، كانت في توام مستشفى توام من قبل 7 سنوات. الطفلة حين عاش عمرها 11 سنة في المدرسة. شكرا لكم والله. صراحة ودرجاتها فوق 90. الله يقويكم. فعلا بالعلم لا للمستحيل. شكرا لك، شكرا لك. كانت معنا الدكتورة فاطمة الجسمي استشاري الأمراض الاستقلابية بمستشفى توام. شكرا لك دكتورة.